بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه الأدعية والأذكار تأليف الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدري يحفظه الله. من آداب الدعاء إخفاؤه. ذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء، لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسيته لطلبه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولاه. هنا قال: الطمع فيما عند الله عز وجل من الأسباب الداعية إلى الدعاء، وهذا فيه رد على المتصوفة الذين يرددون بيتاً إن صحت نسبته لرابعة العدوية، وهي التي تقول في كلامها: أدعوك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. ولا شك أن هذا هو مخالف لما جاء في الكتاب والسنة، والله عز وجل وضح أن للإنسان يدعو الله عز وجل راغبا فيما عنده، راهبا فيما لديه تبارك وتعالى، يدعون ربهم رغبا ورهبا، قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. ودائما نقول إن أهل البدع دائما إنما يقعون فيما هم فيه من البدع لمجافاتهم للكتاب والسنة، فكلما كان الإنسان قريبا من الكتاب والسنة كان قريبا من السداد والرشاد، وكلما كان بعيدا عن الكتاب والسنة كان قريبا من البدعة والعياذ بالله. ولا أدل على ذلك ما ترونه الآن، نحن الآن في السابع من شهر ربيع، وبعد أيام يقولون مولد من؟ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل له احتفالات ويجعل له موالد، وكما أخبرنا شيخ عرابي جزاه الله خير أنهم يأتون في بعض موالدهم بشرشف أبيض و فجأة يظللونه في وسط المجلس، ثم يقولون ولدت ولدت ولدت. مين اللي ولدت؟ قال آمن الآن تلد محمد عليه الصلاة والسلام. صح يا شيخ عرابي؟ رآه بأمة عينيه ويخبرنا به من باب أن يحذرنا مما هم يفعلون في مجالسهم التي يتذاكرون فيها المولد. من ضمن طقوسهم فيها طقس ولادة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا فيه محاذير كثيرة جدا جدا، ما بين الشرك والزندقة والكذب والكفر، والنبي قد مات عليه الصلاة والسلام، فلن يولد مرة إيش؟ فلن يولد مرة أخرى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا بعدما أنهم يقرؤون في بعض أورادهم ثم يقومون فجأة ويصافحون الهواء ويقولوا حضر حضر حضر، مين اللي حضر؟ قالوا النبي حضر نصافحه. لا، ده إبليس اللي حضر وانتوا تصافحونه، لا ما حضر عليه الصلاة والسلام، ولن يحضر في مثل هالمجالس أبدا. حضر جنكيز خان، حضر إبليس كذا، إنما يحضر الشيء عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخواننا أقول لكم إن الله عز وجل أمرنا باتباع الدين ولم يأمرنا باتباع الموالد عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يأمرنا ربنا باتباع الموالد تبارك وتعالى، ونبينا أيضا أمرنا باتباع الدين وحذر ممن يحدث في هذا الدين، فقال: من أحدث، رواه مسلم في كتاب المقدمة وفي صحيحه من حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وأما قول القائل إن الاحتفال بالمولد لا يعني تعظيمه دينيا، نقول هذا الكلام كذب. لا يمكن أبدا أن تحتفل بإنسان وتقول له احتفال، إن معناه أنك أنت تعظمه من ناحية إيش؟ من ناحية دينية، ولا سيما إذا كان هو من هو الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن الذين يحتفلون بالثاني عشر من ربيع إنما يحتفلون إجماعا بوفاته لا بمولده، لأن مولده في فيه خمسة أقوال، أقربها كما حرره نبار كافوري في الرحيق المختوم أنه ولد يوم 9 ربيع الأول وليس يوم 12 ربيع الأول،
وإن ذكر ذلك في كتب السير، لكن ما ذهب إليه محمود الفلك المصري من أنه جعل معادلة رياضية، وهي أن يوم الجمعة 9 ذي الحجة سنة 10 هو يوم إيش؟ الجمعة. للنبي قال إن الزمان قد استدار، حديث أبي بكرة في عبد الحارث في الصحيح كهيئة الأولى، الكلام ده قالوا يوم إيش؟ يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، وكان يوم عرفة يوم جمعة، يعني يوم الجمعة 9 ذي الحجة سنة 10 هجرية. ثم رجع به فتبين أن مولده سيكون موافقا يوم الاثنين 9 من ربيع، ولن يأتي الاثنين 12 من ربيع، وإن وافق ذلك فلا يحل الاحتفال به. قال ربنا عز وجل في سورة الأحقاب: لو كان خيرا لسبقونا إليه. سورة الأحقاف، لا في لسبقونا إليه. قال: وهذه قاعدة نفيسة في أن ما لم يكن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة مع دواعي فعله أنه بدعة. قال: هذه قاعدة نفيسة جدا، قاعدة نفيسة جدا هذه في ضابط البدعة، أن ما كان له دواعي الفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام ولم يفعلوا أنه إيش؟ أنه بدعة. هل النبي يمنع أنه كان يحتفل بمولده؟ صح ولا؟ الداعي يستدعي ولا ما يستدعي؟ يستدعي الداعي. وهل هو فيه الإمكانية؟ وفيه الإمكانية، ما في شيء إيش؟ أنه يمنعه. لا احتفل به لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا، ولا احتفل به الصحابة رضي الله عنهم. وأول من أحدث هذه البدعة هو لا قولهم كوكبوري في أرض أربل بالعراق، كوكبوري، وبعدين جو الفاطميون من بعده، هم الذين أحدثوا هذه البدعة. أما أهل السنة والجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة، التابعون، أهل الحديث، فقهاء الأمصار، كل هذول لم يحتفلوا به ولم يروا بالاحتفال به. نعم. ذكر الخوف في آية الذكر لشدة حاجة الخائف إليه، وذكر في كل آية ما هو اللائق بها من الخوف والطمع، وتبارك من أنزل كلامه شفاء لما في الصدور. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان الجهر بالدعاء يترتب عليه ما تقدم من فوات لتلك المصالح والفوائد، إن كان صادرا من فرد فلا ريب أن صدوره من جماعة وبهداء واحد أبلغ في تفويت تلك المصالح والفوائد المترتبة عليه. هذه فيها نقطة مهمة جدا، هي على بدعية الدعاء الذكر الجماعي. إذا جلسوا جماعة في مكان وأخذوا يذكرون ذكرا جماعيا ويدعون دعاء جماعيا، فهذا أيضا فيه ماذا؟ هذا بدعة، خلاف فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان السلف رحمهم الله يعدون ذلك نوعا من الإحداث في الدين والخروج عن نهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. روي عن مجالد ابن مسعود السلمي رضي الله عنه. نعم. السلمي رضي الله عنه أنه سمع قوما يعجون في دعائهم فمشى إليهم وقال، يعني يرفعون أصواتهم. إنما الحج العج والثج، العج هنا رفع إيش؟ الصوت. يعجون في دعائهم يعني يرفعون أصواتهم بالدعاء. نعم. قال: أيها القوم، لقد فمشى إليهم، وهذا فيه فضيلة من رأى منكرا ويستطيع أن يغيره فأل يغيره. ومن فوائد أيضا أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، لا تقول خلهم بعدين لما يغلقوا نكلمهم، إنهم ستذهب الفائدة منها في هذا. نعم. لقد أصبتم فضلا على من كان قبلكم. وهذا من فوائده، وهو أسلوب في الحوار والنقاش بالأسلوب الجدلي الإنكاري. قالوا يعني ما شاء الله أنتوا، يعني اللي أنتوا فيه ده لو كان أنتوا فيه ده خير، طيب هل ما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة؟ نعم. أو لقد هلكتم. أيوة. وإذا كان ما في خير لأن النبي لم يفعله، إذن هذا معناه أنتم على باب ماذا؟ على باب هلكة. نفس المشكلة التي خرج منها ابن مسعود
لما ذهب إليه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس في أناس يجلسون في المسجد حلقا حلقا، سبحوا عشرة، كبروا عشرة، احمدوا عشرة، فقال إما أنكم على منهاج نبوة وإلا أنكم على سبيل ماذا؟ سبيل ضلالة. ولا شك أنهم على الثانية، لأن هذا لم يعقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بقعتهم التي كانوا فيها. وهذا من فوائده أن الناس لما يكونوا قريب العهد من الخير والبر والبركة الموعظة تؤثر فيهم. ما جادلوا، بدوا أنهم إيش؟ يتسللون يتسللون لحد لم يبقى أحد في هذا المكان. هذا أيضا يدل على خير في قلوب هؤلاء الناس، أنه متى تذكر الإنسان وكان فيه متى ذكر الإنسان وكان فيه بذرة الخير فإنه إيش؟ يتذكر وينصرف. ولذلك أخي إذا جاءتك الموعظة لا تجادل، وأنت عارف أن ما عندك إيش؟ ما عندك فيها دليل ولا عندك فيها شيء. يعني مثل بعض الفضلاء، كنا تكلمنا على مسألة الشراريب اللي هي إيش؟ طالعة جديد الأيام هذه تحت الكعبين، فيقول جيبوا لنا دليل، جيبوا دليل. يا حبيبي أنت اللي تجيب الدليل. الأصل في العبادات إيش؟ الحظر والتوقيف. أنت جيب الدليل إن الشراب اللي أنت لابسه هذا يجوز عليه إيش؟ يجوز عليه المس، مو حنا اللي نجيب لك. ومع ذلك لو أردت الدليل أتيناك به. الآية السادسة في سورة المائدة والآية البضع والثمانين في سورة إيش؟ في سورة النساء. يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال العلامة خليل المالكي في متنه في شرحه على الإكليل، قالوا والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فلا بد للخف وما قام ما قامه أن يغطي مكان الفرض، يغطي يعني إيش؟ الكعبين. وهذه السوكس أو الجوارب لا تغطي إيش؟ الكعبين، فدل أن لا يجوز المسح. وماذا؟ لا يجوز المسح عليه. نعم. الله وحده المستعان وهو ولي التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.